شاء الله، قسم بالله انه مكتب ياخذ العقل، لكن وين اللوحات؟ ماني شايف اللوحات. خبر انت لوحه هني. الله ياخذ عمرك يا خبل، تحسب انك في سوق الثروث ولا محلات العسل؟ هذه فيلا تجاريه اكبر من الخزعبلات اللي تتكلم فيها. مجنون انت؟ تعالوا بالله بالله، تعالوا ادخلوا نشوف المكاتب. تفضل تفضل صفوف. حياكم الله حياكم الله، يا مرحبا يا مرحبا. شوف الصاله هذه فيها الفخامه، ارجل التعتيق هذا يسمونه تعتيق زنوبي، الملكه زنوبيه كانت تخبط زوجها بالزنوبه فاخذوا الفكره ولصقوها على الجدران. جماعه الخير، ابغاكم الحين ندخل نسلم على السكرتير احمد، سكرتير الشركه، احتمال يمد لكم ب 10000 20000 شهرات. عليكم وجه الله ما تحرجوني. يعطينا قروش؟ اقول وعليكم وجه الله ما حد ياخذ منه شيء. قسما بالله كل مره تجي فيها هنا ان معك. اقول عليكم وجه الله ما تحرجوني. تفضلوا تفضلوا بالله، يعني خلوهم رجال. يلا شوفني اذا دخلت المكتب هذا كاني دخلت مكتب هارون شيخ مدحت. ايوه. وين العفش؟ وين المكتب؟ وين احمد؟ والله انه سؤال وجيه. Bounce, 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 b